وللحديث عن انتفاضة تشرين معنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. مرحبا بك دكتور معنا. مرحبا بكم. في هذه التغطية دكتور، أولا دعنا نتوقف مع موضوع غاية في الأهمية، نظرا لأن هؤلاء الناس ليسوا مجرد أرقام تحصى، إنما هم شباب من أغلى ما يملك العراق وأثمن ما يملك العراق. أولا بكل أسف ارتفاع أعداد القتلى إلى ما يزيد عن 100 قتيل ونحو 4000 جريح، هذا رقم ضخم في أيام قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة. بماذا تعقبون على هذا؟ ماذا تعني لكم هذه الحصيلة سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا وفي كل الأعراف الإنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تعني هذه على الأقل أمرين. الأمر الأول أن هذا النظام الدموي البشع لا يحفل بدماء أبنائه بل خيرة أبنائه، هم من الشباب، وحتى طبعا الشباب، ونحن الآن نشهد مختلف الأعمار بدأت تنزل إلى الساحة، وبالتالي الحقيقة هذا النظام لا يحفل كما تفضلت، هم الخيرة، هم هذول عماد المجتمع الذي كل المجتمعات تأمل من شبابها أن يكونوا هم الصفحة التالية أو القادمة أو المستقبل. نعم. فمن صفحة هذا النظام لا يأبه بالدم كما لم يأبه بأقوات العراقيين وكرامتهم طيلة 16 عام منذ الاحتلال، لم يأبه، لم يكلف نفسه على الأقل أن يسرق وأن يعطي شيء من الفتات، هذا لم يأبه. فالخلاصة الأولى هو أن هذا النظام ولغ في دماء العراقيين بعد أن ولغ في كرامتهم وفي سرقاتهم، وهذه يعني شيء مألوف ومعروف. النتيجة الثانية والمهمة جدا أيضا في هذا هو أنه هذه الثورة تترسخ بدماء العراقيين، وأنهم لم يعودوا يبالون بهذا الشيء، كسروا حاجز الخوف. كان يمكن أن يخافوا منذ اليوم الأول. نعم. وتنتهي القضية، ولكن مع زيادة القمع نرى أن الثورة تزداد وأن حجم الناس يزداد، ومن كان مترددا في اليوم الأول هذا التردد لم يعد موجودا الآن. ربما هناك رسالة أخرى دكتور، هو أن الحكومة تريد أن تقول ومن يحكم العراق يريد أن يقول للناس عليكم أن تعيشوا بهذه الطريقة بالقدر الذي اخترناه لكم من خيارات البلاد والباقي يكون لنا، وإلا فإن المصير هو الموت والجرحى والاعتقالات وما إلى ذلك، ومصير نحن نراه الآن في أيام معدودة. لماذا لجأت الحكومة والأطراف التي تحكم البلاد إلى هذا الأسلوب من البداية من اليوم الأول؟ كان من المفترض أن يكون هناك نوع من التعاطي مع هؤلاء المتظاهرين يعني إعلاميا وسياسيا، أما تبدأ بالدم باللحظة الأولى فهذا شيء غريب بالحقيقة. يعني من يعرف طبيعة النظام في العراق، هذا النظام وليد الاحتلال. هذا النظام وليد الاحتلال الأمريكي القذر الذي جاء به بهذه الكيفية وبهذه الطريقة متعمدا قاصدا. ما زاد الطين بلة هو الاحتلال الإيراني البغيض الذي يكن للعراق كل أنواع الكراهية والحقد. لا يمكن أبدا لأحد في العالم كله أن يتصور كم تكره إيران العراق، وعندها من الثارات معه بلا داعي، يعني ثارات تاريخية ربما تمتد إلى صدر الإسلام. على أي حال، لماذا لجأ النظام، هذا النظام البغيض، لماذا لجأ منذ اليوم الأول كما تفضلتم إلى هذا الأسلوب؟ لسبب بسيط، لأنه لا يمتلك غير هذا. هو لا يمتلك شيء، هو لا يمتلك أن يقدم أي شيء. طيلة الفترة الماضية على كل تعاقب حكومات الاحتلال لم يستطيعوا أن يقدموا أي شيء، فلماذا يقدمون الآن وماذا يقدمون؟ لكن أقول لك شيء واحد، الشعب العراقي شعب صبور، شعب عميق الغور، يعني لا يمكن أن تستكنه يعني أعماقه وأبعاده، ولكنه عندما يقول كلمته وعندما يجزم ويقرر ستنتهي. ودعني أتوقف هنا دكتور فالح، يعني بين هذا الغور العميق للشعب العراقي وبين محاولات البرلمان، يعني هناك من الحلبوسي كان بعض القرارات ودعوة لاتخاذها، وكذلك من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، بين هذه وتلك هل يمكن خداع المتظاهرين في هذه المرة؟ يعني مسرحية فاشلة ومسرحية هزيلة حقيقة. لم يعني 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 أنت إذا تتملى فيها جيدا تدرك كم هي تافية هذه الحكومة وأدواتها، وكم أنهم عابثين. يعني هذا عبث حقيقة، عبث، يعني أزاء الدم وأزاء الإصرار الثوري في الشوارع، ثم تأتي هذه المسرحية الهزيلة التي لا يمكن تصديقها
لك أن تتخيل من يقف وراء هذا النظام ومن هم الأشخاص الذين يحكمون العراق الآن. الوعود دكتور التي كثيرا ما سمعها الشعب العراقي ولا سيما فئة الشباب، دعنا هنا نتوقف عند فئة الشباب الذين يتظاهرون اليوم، كانوا قبل 15 عاما أطفال صغار ربما 3 سنوات وخمس سنوات، الآن هذا الجيل ما مصيره في ضوء وعود حكومية في كل مرة يتظاهر فيها الناس في مختلف جهات العراق في الجنوب والشمال والشرق والغرب، يسمع فيها نفس الوعودات ثم يعود إلى بيته وفي المرة التالية يخرج بنفس المطالب. لذلك هذه المرة سوف لن يعود للبيوت، وإذا عاد للبيت تحت القمع وتحت يعني نفترض جدلا أنه هذه الثورة ستقمع لأنه أنت أمام آلة متوحشة، ليكن في بالنا جيدا أنه الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت احتلال العراق منذ البداية وسلمتها لإيران تقف الآن هي يعني موقف مشترك واحد من آلية القمع الذي يجري في العراق للثوار، وبالتالي لك أن تتصور أنه يمكن قمع هذه الثورة بطريقة ما، وحشية دموية بأي طريقة، ولكن سوف لن تكون هناك عودة للوراء. إذا عاد الناس إلى بيوتهم لكن لن يعودوا للوراء في دماغهم في عقولهم في قلوبهم، هنا بدأت المعركة الفاصلة، سوف لن تنتهي هذه المعركة إلا بإسقاط النظام وتحرير العراق، لأنك تواجه شباب فقدوا الأمل، فقدوا كل شيء. الإنسان عندما يفقد كل شيء لم يعد يثنيه شيء عن فعل أي شيء. نعم. سوف لن يخسر إلا قيده. نعم. دكتور بهذه المناسبة يعني إذا سقط النظام الحالي في العراق ما هو البديل لهذا النظام؟ هل هناك آلية معينة للخروج من هذه الأزمة وكي يحكم الشعب العراقي نفسه وكي يستفيد الشعب العراقي من خيراته؟ يعني العراق بلد عظيم للأمانة، بلد عظيم، نحن نعتقد أن الدول العربية كلها مجتمعة، دول عظيمة ودول ذات طاقات. العراق بلد تاريخ، بلد حضارة، بلد عميق، الشعب شعب رائع، ويمكن من خلال يعني تاريخيا العراق حكم نفسه بنفسه واستطاع أن يقيم أفضل الحضارات وأفضل النظم، لكن للأمانة لا يمكن أن نقول الآن أنه تحرير العراق هو أمر سهل، لنكن واقعيين. الطريق طويلة، ويجب أن نعترف أيضا للأمانة يعني للأسف الشديد هو هناك قوى عربية وإقليمية ودولية قد لا تريد كلها أن يعود العراق كما كان. نعم. لأن العراق بلد عظيم، بلد خطر، بلد قوي، بلد إمكانياته يعني أسطورية، وهذا ما يفسره الصمت الحالي. هو الصمت الحالي والتواطؤ الحالي. يعني الآن لك أن تتخيل الولايات المتحدة تبدي قلقها على هونغ كونغ أكثر ما تبدي قلقها على الآلاف والمئات الذين يقتلون ويذبحون في شوارع بغداد، وهي حري بها أن تكون أكثر مدعاة للألم والأسف، لأنها هي من أقامت هذا الوضع الشاذ في العراق وهي من ترعاه. لذلك اليوم يتواطأ الاحتلال الأمريكي والإيراني على وئد هذه الثورة، حتى إذا ما انتهت يعني لهم أن يتصرفوا بعدها في أسطورة أو حكاية أنهم يختلفون أو يتحاربون. لكن الوضع الآن صعب، لكن تأكد لن تعود عقارب الساعة للوراء. ما بعد هذه الثورة ليس كما قبلها، الناس كلها الآن على صعيد واحد، على دين واحد، يؤمنون بمبدأ واحد، بعد أن عاشوا تقريبا في غيبة من الغيبات التي يمكن أن نقول كانت غيبة مؤقتة، والعراقيون الآن استعادوا وعيهم وهم الآن في طور التأسيس لنضال طويل سينتهي حتما بإزالة هذا النظام وإدارة شؤون العراق من قبل الوطنيين. الناظر دكتور إلى هذه التظاهرات حجما يعني كما ونوعا يلاحظ ملاحظات كثيرة في الحقيقة، وأنتم أبناء العراق تعرفون ذلك أكثر بكثير، يعني هذا الزخم الملاحظ في المظاهرات في أكثر من محافظة وبهذه الأعداد الكبيرة عن ماذا يعبر بالنسبة لكم؟ يعبر ببساطة عن حجم الظلم الذي يعني أي رقم تعطيه الآن لا يفسر حقيقة الظلم الواقع في العراق منذ عام 2003 إلى الآن، يعني شيء مرعب، الظلم، الفساد، الإفساد، تدمير البلد، هناك تدمير منهجي للعراق والعراقيين، تدمير للقيم، تدمير للأخلاق، سرقات يعني نتحدث عن مليارات، يعني مئات المليارات، يعني يكاد يكون تريليون ذهبت. زين، وضع الأشخاص الفاسدين في أماكن المسؤولية،
هناك أشياء يعني لا يمكن أن يصدقها عقل. نعم. ربما الناس يعني كانوا يتأملون في السنة الأولى الثانية الحكومة الأولى الحكومة الثانية الحكومة الثالثة، يتأملون يذهبون لصناديق ما يسمى صناديق الاقتراع الديمقراطية على أمل، نعم. على أمل شيء، لكن الآن كفروا بأي شيء. ربما نحن الآن استفدنا شيء واحد، أنه هناك تغير اجتماعي كبير جدا، هناك تغير سياسي كبير جدا، الناس كفروا بكل الأصنام التي وضعت لهم كي يؤمنوا بها. شكرا جزيلا لك دكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو.